فرحوا بيا على الاخر هنا، نحب تصفيق على العباد اللي فرحت بيا. نحب تحيه لاصحابي ولاد قعفور قبل كل شيء، عندي برشا اصحابي من هنا قراوا معانا وبرشا قعفور جابت برشا فنانين والكل. كل واحد باش نسمي اسمه صفقوا عليه. بيه فادي المحواشي. نلعبوا يا معلم الاسبوع. كريم مريق سامحونا الضوء مش خالص خالص. ليه فادي المحواشي عطبه قلت اسمه الضوء عاود قص. بالحق عندي صحابي لهنا فادي شادي تحس بالاسامي تاع كوميكيات. فادي شادي مرحبا بيك خويا ولد معاد على الفن المسرحي صاحبي نبيل بركاتي هدى الرزقي ناس كل مرحبا بيك معاكم صح. ميرسي ان شاء الله ستار ربي يلدي مريقلين نشعلوا الشماعة نحضروا الشماعة مش خصوا الضوء. مرحبا بكم انا قلت فرحان لي انا بحذاك ان شاء الله عيدكم مبروك يا صاح قبل كل شيء ان شاء الله عيدكم مبروك شنو كنت الحم نزلتوا الحاوس في دور السيد السلام عليكم الحاوس الدور تسرح في ساقين وين ماشي شبيك بلا وين ماشي السؤال ها شنو تواليت باش تنجم سي بو عصفان نزلت على عصفان ها ظهر ما عادش تهزي معناتها ريزرفوار كاميون تبارك الله على اخويا اسمع انا اخويا وين ماشي شتاتيني دماغ اسمع مرحبا بيك انا باش نستدعاك على تواليت حشي حشي والله حبيت نستدعاك على حاجه ما خير تصور انا تواليت تعمل تواليت خاطر باش تمشي باش تشوف تواليت تلقى العرض ظهر باش تبت انت ساعتين ما نجمش يتكلم اصلا ما مزنوق كليتو العلوش قول حتى من القرون ما كلهم انت مرحبا بيك اخو ربي يفضل بارك الله على اخو سبحان الله تسير راه ميسيلس تواليت معلم خويا تبارك الله عليك واهر ولا تختنت عدى وقلبي يدق تبارك الله كابيتان هز باش يضرب لك سلام هذا يتحاوز فيه في طي اختي هو عليا جبت شعرها جديد توري فيها ربي يعينكم مرحبا بكم اختي مرحبا انا العصبان انا على فيها ذكر السيد الوحش اللي مشى للتواليت هذاك انا امي عندها سناسه مش نورمال العائلات الكل يعملوا العصبان يعملوا الخيط جويد كان امي خيط صربوره وش كليت خيوط في كرشي ولا كانت تحلي على كرشي من العصبان تلقى شريط انا في كرشي وفما زياده ولا فما حاجات محليهم في العياده بتاعنا ومحليه جو التوانسه وجو العياده بتاعنا من الحاجات اللي لاحظتهم انا بالحق لاحظتهم اخر مره في العيد كي تمشي باش تعيد انت على العباد ماك تمشي للديار باش تعيد تلقى تدخل الدار تلقى كلهم دمدمين تقول لك قاتلين روح عرفتك بالدم وخرج لك بسكينك ديما العابد اللي تمشي تعيد بحذاه باش مش يفرح بيك شنو يعطيك صحن مشوي ولا وانت تبدا قبلها بدقيقتين ضارب صحن مشوي واحد اخر شو يقول لك هو؟ قول له انت صحه ولا كليت مش لا ذوق من العلوش بتاعنا يعني. على اساس علوشهم بالبوفريو والليموناض امي تكثر ليموناض عرفتوا الليموناض هذيك امي 3000 دبوزه ليموناض تحط والليموناض مره ياسر امي اللي تعملها والله قد ما تزيدها سكر قد ما تولي مره فما حاجه اخرى زياده احنا الاولاد ما يسالش احنا الاولاد فما قطعه في العلوش ايش حشومه عيد وعيادي وعيد وعائلات تعرف الكل فما قطعه في العلوش انا ما تلبش عليك يقولوا لي لا تقوي بها هي القطعه دي والمشكله فيش امك تطيب كل شيء انت تراها كي تبداو تاسر خذ
ترى فما حاجة ترى فيها كتيب كل شيء مقلي ياك ولا مشوي كل شيء ياك مشوي الحم تلقى الكبدة تلقى الحم تلقى يعطيك صحة كل شيء تلقى وذيك ما فهمهاش وتحشم باش تقول البوك تسميه هلوة لما نحكي مع بابا بالالغاز يقول له كل وامي تبدا تقول الكبدة هيك الكبدة لا مش الكبدة شنية ياكل يوينو بتاع التواليت يا معلم قولوا الجد تفقدوه تفقدوه المهم حي خليه يجاوبني ونحكي قبيله مع الاولاد على جونا وجو السيف والله ما حلينا التواسه عباد تفدت هاك تشوف الاخبار على الفيسبوك والحكايات عباد تفدت فلكت عباد تحب ضحكه تحب تعمل جو تحب تتفرج قبيله بركة نحكيو هاي معلم مبروك ما نزيد لك خو والله مزنوق خويا هيك بحذاك وقت تحب تدخل هكا خرار مرة حصيروا قبيلة نحكي مع الأولاد على جونا وجو الصيف ومحلية نحن التوانسة وتوانسة بلي نختلفوا فما حاجات يكذب عليك هذاك علاش حاجة تقلق التوانسة تلقى التوانسة الكل تهبوا مع بعض خاطر التوانسة بلي نختلفوا فما حاجات تمس التوانسة الكل ومن الحاجات اللي تلاحظوها مثلا قبيلة برك نحكي أنا الأولاد على بحر وعلى جو البحورات والله جبتنا موضوع مش نسألكم عليه صحيحة على الاخر في البحورات في تونس فما حاجات نلاحظوها باش نحكيو فيها بشوي بشوي لين نبداو ندخلوا في المسرحية بلي ما تلاحظوش في البحر في تونس كي تمشي تعوم نساء الكبار ومهاتنا وجونا باش يعوموا نساء الكبار بالجبة يعطيك الصح ما تلاحظوش حاجة برسومة كي تلبس المرأة الجبة وتدخل تعوم ما تلاحظوش اللي هيك حاجة انت بالجبة هاي وعلاش تتنفخوا في وسط المية انا عندي خالتي تبارك الله بصحتها خالتي تبارك الله بصحتها وزيد تدخل في وسط الماء يا معلم هي بتبعتها بصحتها ولا وتدخل في وسط الماء وتزيد تنفخ هكا في وسط الماء خالتي كي تراها في وسط الماء ولا تقول جزيره قرقر منفوخه في وسط الماء فما حاجه اخرى الصغار اللي طهروا ديما يهزوها من البحر من تقاليدنا يقول لك يمكن باش يبرى بهيلو الماء المالح ديما تلقى تفل لابس خلع على القلم تلقاه بعمل وعامل لك حنه هكا نقشه في ساقيه وتلقاه الشيخ عامل جو تبدا تعوم تلقى فرخ صغير عارف فرحان يحس في حاجه تبدلت فيه وامه من غادي غطسها غطسها خرجها خرجها زيد غطسها زيد غطسها يا غطسها يا مرة رد بالك تتعطف ما نتعطفش حكة مع الباراسول الله يا الشيخ ترفاص ما تعمل لك جاونا وحلينا هذه تفاز فما حاجة أخرى يعملوها البنات في البحر لموذة وليت مش نرمال ما كانتش قبل البنات اللي يمشيوا مكيجين للبحر تلاحظوها ولي ماشي تقول ماشي لوطية سيستوز تبدأ مكيجة صارت لي الفازة نعوم مع الطفلة في البحر محليها حليلتها نعوم أنا بيها حليلتها الطفلة مكيجة هكا فهمتي وجوها باهي وشعرها كي مجبود والكل أنا ما فهمتهاش علاش ما تحبش تغطس ما نكذبش عليكم أنا نقولها غطسي راسك ما نحبش بدي غطسي راسك يا ما يدخلي في وذني ما وفهمت من بعد علاش غطست راسها والله اسمها نوال الطفلة تعوم قدامي نوال غطست هكا غطست راسها نوال خرجت بليل وهبطت لها طرف هكا عملنا على شكل بيد هكا فوق شفايفها ومازالت تتفانس ما زحر قعدت قد هكا في شعره وخذتي قالت لي كريم عملت تسكرت سردينه لحظة قلت له نجيب سكينة الخبز ونجي التو تستنى في سكينة الخبز وفما حاجة أخرى كنت نعملها ما نحشمش منها ميسيلش برشا أولاد يعملوها ميسيلش يقولوا احنا تواسا نحبوا صراحة كنت نبزنس أنا قبل في البحر أما تبزنس متاعي جيلو في ياسر تبزنس متاعي شنو نعمل بحر كامل عرض ربي واسع خلي البحر الكل الرا طفلة حليلتها نبدا نقول بالك كلب المير نبدا نقول بالها نوصل بحذاها وشنو نعمل هكاك مخي عطاني ما تضحكوش علي صغير نشد النفس ونتفرنجة تحت الماء ونحل عينيا تحت الماء باش نشوف ساقيها انا غالب مخي كيف وندخل زعما زعما تحت عظمتها هكا مره صارت الفازة طفلة محليها تبلانجيت بحذاها وحليت عيني وشفت ساقيها ويا ليتني ما حليت عيني والله الشعر في ساقيها بوكلي هاكا بور تقول راس الشاب خالد هاكا ليه والمشكلة كي هزيت راسي محليها من فوق على الاخ ومازالت تتفينس كالعادة عندهم تفينس خلوني قالت لي نورس
يتربجوا بيا عروس البحار. قلت له صحيح من فوق عروس البحار من لوطه رايس البحار يا مان. مش فما فاز اخرى كنت نعملها ميسيلش نحكي فيها الكل. ما فيش حشمه ومش خمجر والله العظيم ويقطع اللي نحكي فيه يكذب علينا الكل نرى يكذب علينا. فمش واحد فينا ما عمليش وانا نستعرف به. فمش واحد حشيكم حش قدركم متحصر في السلمية ما عمليش سبحان الله. والمشكلة فيهاش كي تعملها في السلمية بزربة تك تك خاطر البحر البحر يهز البحر كبير ديما في مخك راه ما في قبيك حد تبدا تعوم وتكمل تعوم تحسك احساس برود هكا محلاه حاجه تتخلط مع بعضها تحس محلاه وبتفيق بيه راه سالك كان تحب تفيق بيه تعرف ايش تفيق بيه تبدا انت تعوم بحذاه السيده باش يعملها مولاه العامله تبدا انت تعوم بحذاه نورمال الماء يبدا بارد محلاه وفجاه الماء يسخن وكي تغزر له هو يسخالك ما فاقتش بيه ماك تغزر له تفيق بيه من العصب متاع وجهه تفيق بيه تلقيه وجهك يترخف وتولي عنده تبسيمة غير إلى محلية جاونا وجاونا بحورات خلي عدلوا وليدات صغار طوى بشوي بشوي باش نبداو نحكيو على احنا التوانسة على الفرق بيننا وبين العالم المتقدم اخر مرة نفرجوا في الكوب دي موند في روسيا نتفرج ونقول تفرج القورة قداش يطيروا بينا تفرج هما تفرج أمخاخهم كيفاش تفرج هما كيفاش واحنا كيفاش استاداتهم جمهورهم أما كي تجي تشوف الفرق راهو يبدأ تفيق بيه من الصغرى حتى من الألعاب تفيق بيه الفرق هما عندهم ثقافة الحياة هو الجارك يبدأ يلعب